أنا بحكي لك القصة، قصة جزيرة الكنز. تدور أحداث القصة حول الدروب التي قطعت بعرض البحر من أجل الوصول للكنز، جزيرة الكنز. جيم هوكنز ولد صغير ولسه بده فت عدس، عايش مع أمه بإنجلترا وكافين خيرهم شرهم. بيلي بونز واحد من رجال قبطان فلينت ودراعه اليمين، صاحب كاس ودماغ عالي. بوصل لفندق جيم وأمه وهو حامل خريطة الكنز اللي قال بالدنيا بين القراصنة. بتمر أيام وليالي وبيلي بونز قاعد بالفندق أحساب شكرا وسجل على الدفتر. القراصنة بيعرفوا مكانه وقبل ما يوصلوه بموت، وقبل ما يموت بيعطي الخريطة لجيم. جيم بينعجق وبيبلش يلاخم وبيقرر يروح للسيد تريلوني محافظ المنطقة والمقرش فيها. تريلوني بتبنى القصة وبمولها، بجهز السفينة بقيادة القبطان سمالت، وسمالت بلم بحارة المنطقة والغشيم بضل غشيم. بيطلعوا البحارة قراصنة وهم نفس الجماعة اللي بدوروا على الخريطة. جون سيلفر سوسة ومجحف بأجر وحدة والكل نفسه يصير زيه. جيم بلزق بسيلفر وسيلفر بلزق على الحيط، وين ما يروح وراه بحبه وبصير مثله الأعلى. وبليلة مقمرة وبنص البحر بسمع جيم سيلفر بتمتم مع القراصنة، بيعرف حقيقته وبيخف عقله. بوصلوا الجزيرة وجيم بيحكي القصة للقبطان سمالت، بيقلبوا عليهم وبنقسموا لفريقين، جماعة القبطان وجماعة جون سيلفر. بتدب طوشة بينهم إلها أول ما إلها آخر، وبموت كل القراصنة ما عدا جون وبوبي بينأسروا وبلشوا يدوروا على الكنز. وجون مربط لا من تمه ولا من كمه، بيقدروش. وهاي القصة ما بحلها إلا قرصان مجحف، وبيعرف قصص القبطان فلينت. بحل لغز الخريطة وبوصلوا للكنز، والفرحة بتدب قلوبهم، بلموا حالهم وبرجعوا إنجلترا. وحبل المشنقة بيستنى جون سيلفر. جيم بيحزن على جون بس ما بلقيت حيلة، وجراي اللي هو كان واحد من جماعة جون سيلفر بالزمانات بيسهر معه سهرة وبيغششوا فيها، مضمون التغشيش. إذا خفيت تحاولش تهرب، بفك حاله وبياخد حصته وبغليها، بيهرب وما حدا بيعرف عنه إشي والكل بيرجع على بلده. وبعد 10 سنين بتلاقى جيم بجون وبحنوا لأيام زمان، وبيكفل جون القصة بمقولة عظيمة وبيقول له كل منا يحتاج للإرادة حتى يستطيع أن يقوم بعمله. شو مضمون التغشيش بالقصة؟ إذا خفيت غطيني منيح، إذا خفيت تحاولش تهرب، إذا خفيت صحيني بعد ساعة، مش تنسى. أنا بحكي لك القصة.